رجعت تاني ما كان من الناس انا اتعاملت انا سكنت المسكنة معاكي كنت عارف مين انا بس ما كنتش حاسس بطعم الهنا ليه فجأة نسينا كل حاجة بينا الجراح والبعاد زاد سنة عمري ما فكرت يقولوا اننا بعدنا كنت عايز اكمل بس فيش حاجة بينا عشان اوصل لك حاسد في سكة سفر عملت كل حاجة وياريت كان تمر حبك امتحان وفي دخلت السمر انا بعيد فرق بين النخل والشجر السكة دي كانت